ذكيه من كيلو شريط ذكيه ضرب عليهم شريط القنبول ديال البار وما خداش اليوم اللي بغى يقضي على ربعه. السلام عليكم. شريط كي داير؟ اتهلى فيها. مرحبا. اتهلى فيها. انا من نهار تزوجني الوالدي لحيته هو قالها لكم في العسكر في فرنسا. من نهار تزوجت ما حيت اللحيه؟ ابدا انا وليدي. سبحان الله العظيم. وانا حلاق تعلمت دار البيضاء مع الحاج خاي 10 سنين في السنة. دابا هذه هي الماتريال ديالك هذا هو. هو العزيز عليا. وبشحال كتحسن الواحد؟ لا 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 ما عنديش ثمن هي اللي عطاوني الله يخليك. دابا كنديروا فيديوهات كيشوفوهم الناس وتقدر تقول لهم نصيحه هي قولها للناس هنا هضر معاهم شي نصيحه. الجميع. الله يصلح الامه محمد كليها. اللهم امين يا رب العالمين. الصحه الشريف. الله يعطيك الصحه. شحال من عام وانت هنا يا عمو كتحسن؟ انا عندي شي 85 سنة وليدي. تبارك الله. الله يعزيك. وشحال من عام اللي راك في هذه المهنة هذه؟ 60 سنة. 60 سنة؟ 60 سنة وليدي. تبارك الله. ومقيل الحاج العلامة من قدامان. تبارك الله وحل اللحية حتى لهنا. تبارك الله. كنجي نحسن له ونقول له ما تعطيني فلوس يقول لي لا واخا نعطيك قد هذا السوق ما نخلصكش. انا بالنسبة لهذا كتعقمو؟ نعم. هذا كتعقمو؟ اييه الحبيب واحد كل واحد كيعقل المويس ديالو. واه. غادي نحسن عندك. مرحبا بك وليدي. غادي تسالي مع السيدة ان شاء الله وليدي واخا.